اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده عندي حلقه من الحلقات المميزه والمفضله بالنسبه لي، حلقه الاطفال. هنعمل وصفات لطيفه جدا، سريعه جدا ومنتشره قوي في السوق، فهنعرف ازاي نعملها في البيت. هنعمل الكورن دوج او الهوت دوج اللي بيبقى عليه العجينه اللي بنجيبه من بره، وهنعمل البراونيز وهنستخدم فيها النهارده برتقان، ممكن تستغنوا عنه. هنعمل نوع عصير لطيف قوي بالموز وزبدة الفول السوداني، وهنعمل كمان موز مقلي كده لطيف قوي. كلها وصفات خفيفة ولطيفة وظريفة. تعالوا بقى نبدأ أول حاجة بالكورن دوج ولا نبدأ بالبراونيز؟ نبدأ بالبراونيز عشان ندخلها الفرن الأول. لا، هبدأ بالبراونيز. طيب، عايزة للبراونيز عندي زبدة، سكر عادي سنترافيش اللي بنحطه في الشاي، كاكاو خام اللي هو من غير سكر، عايزة كمان فانيليا، رشة ملح، بيض ودقيق. عندي هنا عين جمل مجروش، تقدروا تستبدلوه بأي نوع مكسرات انتوا عايزينه أو ما تحطوش مكسرات خالص لو مش عايزين. عندي بشر برتقان، بشر البرتقان ممكن برضو نستغنى عنه، يعني ده حاجة زيادة عن الوصفة الأساسية. للتقديم عندي شرايح من البرتقال وعندي كمان سكر بودرة. طيب، البراونيز مش المفروض انها تتضرب جامد قوي ويبقى فيها هواء وكده، لان هي بتبقى رفيعة جدا وما بتبقاش نفشة، فعشان كده حتى هي ما فيهاش بيكنج باودر ولا حاجة. فاحنا هنضرب، بس هنضرب ايه؟ خفيف. قبل ما نروح هناك هحط، تعالوا نحط الاول البيض معاه الفانيليا، ومعاهم اهو، ومعاهم الزبدة. الزبدة يفضل ان هي تكون لينة شوية عشان لما نيجي نضربها ما تغلبناش. هروح بس هناك كده، خلطة بسيطة بس يخشوا جوه بعض، مش اكتر من كده، مش عايزة هوا كتير. لا، مش هيهمني خالص ولا هيفرق معايا. فاكرني هتقصر؟ مش هتقصر، هشتغل بايدي. في حاجه معلقه، خليك هنا زي ما انت. تعالوا نضرب هنا مع بعض. والله هو يا جماعه المفروض اصلا انا في البيت ما بعملوش خالص بالكهرباء، لاني مش عايزه ادخل زي ما قلت لكم هوا جامد. اهو نبتدي ننزل السكر. واضرب بس احس ان كله اختلط. هبتدي في المواد الجافة، بس هخلطهم الاول مع بعض. وانا قلت لكم انه مفيش بيكنج باودر. لو عايزينها تبقى شوية فضجي، بنحط معلقة من البيكنج باودر وبدل الكاكاو بنحط شوكولاتة سايحة. اوكي، الكاكاو عليه، الدقيق عليهم، عين الجمل وعليهم كمان رشة الملح. مين معانا؟ ايرين. ايرين، الفول والعسل والقمر وكل شيء حلو. مساء الجمال، اخبارك كيفك؟ ايه كيفك انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من سوريا؟ بتصدقي انا اولادي كلهم بيحبوكي، انا عندي 5 بنات كلياتهم بيحبوكي. والله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك حبيبتي. الله يخليك يا قلبي. اؤمري يا ايرين.
أنا بس بدي أعرف طريقة البانيه المحمر، لأنه أنا بدي أعمل ساندوتشات لأطفالي هم رايحين المدرسة. شي جديد يعني. بانيه فراخ ولا لحمة؟ لا فراخ. حاضر، عينيا الاثنين، هقولها لك حالا. حضري ورقة وقلم. نورتيني، ميرسي على اتصالك. بس يا جماعة عايزة أجيب سباتولا. هاجر معانا؟ هاجر، هاجر لسه معانا ولا قطعت؟ حاضر، شكرا. معلش يا هاجر، كلمينا تاني. خلطنا هنا بقى ايه، مش عارفة بوفر مواعين تقريبا. طيب خلطنا هنا الكاكاو، رشة الملح، الدقيق، وعين الجمل المجروش. هنستغنى عن الويسك، وشفتوا بس يا دوبك البيض والزبدة والسكر اختلطوا ببعض. وقفنا ضرب عشان مش عايزة هوا كتير زيادة عن اللزوم جوه. هنا بقى نقلب كويس قوي، وزي ما انتوا شايفين مفيش اي سوائل، لا مية ولا لبن ولا اي حاجة خالص. اوكي، صينية بقى. لو هتشيلوا البراونيز من الصينية وهتقدموها يعني كده زي ما احنا عاملينها كده قطع، يبقى احنا هنحط ورقة زبدة. لو لا هتعملوها، يبقى هتقدموها في الطبق على طول، يبقى هنعمل في بايركس. احنا دلوقتي هنعمل في بايركس. اوكي، نعمل كده. سلمى معانا على التليفون. الو. ايوه يا سلمى. ازيك يا رايس؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام، اتفضلي. بس كنت عايزة اختارك الكب كيك. الكب كيك، حاضر يا سلمى. رضوى، الهوم ورك الكب كيك. الكب كيك يا رضوى لو سمحت. شكرا حبيبتي. طيب احنا خلاص خلصنا كده، الفرن عندي شغال. البراونيز ما بياخدش في الوقت في الفرن زي الكيك، فالوقت بتاعه هيبقى من ربع ساعة لتلت ساعة. يعني انا اللي في ايدي دي لا، من 10 دقايق لربع ساعة، الكمية دي كده. خلاص، درجة الحرارة 180، يدوبك الاطراف تمسك نفسها ارفع على طول من الفرن، اشيلها ما سيبهاش عشان ما تنشفش. ام ياسين معانا على التليفون. معلش يا ام ياسين، انا اسفه، كلمينا تاني، حقك عليا. نعمل بقى هنا كده اهو، نفرد. عايزه سمك رفيع خالص، مش عايزاها تبقى سميكه. وندخل الفرن، ولو ما معناش تليفون نقول على البانيه. دخل الفرن الأول، درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة من 10 لربع ساعة. البانيه هنجيب صدور الفراخ، طالما للأطفال أفضل إن إحنا ننقعها في زبادي أو لبن رايب. بحط معاهم التتبيلة. إيه هي التتبيلة؟ ملح وفلفل، قرفة، حبهان بودرة، عصير ليمون، وشوية زعتر، شوية ثوم بودرة. وأنقعهم في المزيج ده يعني نقول مثلا نص ساعة ساعة. بعد كده برفع من المزيج ده وبنزل بقى في التري بتاع البانيه دقيق، ومن الدقيق بنزلهم في بيض مخفوق، ومن البيض في البقسماط. بحط ملح وفلفل في البيض وفي الدقيق، والبيض بديله شوية لبن، والبقسماط بديله التتبيلة بتاعتي، بصل بودرة، ثوم بودرة، زعتر، ملح وفلفل، حبهان بودرة، قرفة بودرة، وبديهم كمان بابريكا عشان اللون. بعد ما اعمل العملية دي ادخلهم الثلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة او نص ساعة، بس عشان المزيج يمسك على الفراخ، وبعد كده بحمره. ده البانيه والكب كيك. رضوى هتنزله على الشاشة. اوتير، شكرا. نادية معانا على التليفون. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا عسولة؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام.
ممكن لو سمحتي تنزلي لي مقادير الكيك دي مره تانية عشان انا فتحت متاخر شويه. حالا تنزل لحضرتك. حاجه تانية؟ ممكن اقدم اهداء؟ طبعا اتفضلي. متشكره قوي. اتفضلي. لاولاد بنتي لوزينة ورماس، وبقول لها يا رماس اسمعي كلام ماما عشان تبقي عسوله. ربنا يخليهم لك يا فندم. يا رب يخليكم. نورتيني. روان وزينة ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكي ليهم، نورتيني. هننزل طريقة الكب كيكس وطريقة البراونيز تاني بس بعد الفاصل. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل الكورن دوج، بيتعمل بالهوت دوج. انا عندي هنا هوت دوج لحمه، ممكن تستخدموا هوت دوج فراخ او الاثنين مع بعض زي ما انتم عايزين. وفي منهم كذا حجم، يعني ده الحجم الكبير وفي حجم الوسط وفي الحجم الصغير. برضو اشتغلوا بالحجم اللي انتم عايزينه، انا بس بوريكم ان في كذا حجم في السوق. في بقى في المقادير دقيق ابيض، دقيق ذره، وممكن نستخدم دقيق ابيض بس، يعني مش لازم ان احنا نحط دقيق الذره، لكن هو بيدي طعم وبيدي لون حلو جدا. عندي ملح، فلفل اسود، سكر، بابريكا، بيكنج باودر، بيض، وعندي لبن، وعندي زيت للقلي، وعندنا طبعا الهوت دوج، وعندنا السياخ الخشب. هنعمل ايه بقى؟ الزيت على النار بيغلي، هجيب الملح والفلفل واعمل ايه؟ هنزل هنا البيضه معاها الملح والفلفل. ام امير معانا على التليفون. الو، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك غزال يعني. تسلمي، ربنا يخليكي، اتفضلي. ربنا يخليك. كنت عايزه اسالك يعني ايه السياكه والجمال ده؟ ربنا يخليكي، دي عينيكي اللي حلوه. بس عايزه اعرف تجيب اللبس ده منين؟ هينزل على التتر بعد كده اسم المحل. بجد؟ والله. ما شاء الله عليك. ميرسي، تسلمي يا ام امير. عندك اي سؤال؟ لا، عايزه بس ابعت اهداء. طبعا اتفضلي. لو يعني احفادي ربنا يخليهم لك يا رب. عادل وعمر عادل ومحمد المأمون، ربنا يخليك يا حبيبتي، كل سنه وهم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة وهم طيبين، ربنا يخليهم لك. نورتيني يا أم أمير، أشكرك، مرسي لذوقك. حطينا إيه يا جماعة؟ حطينا البيض والملح والفلفل والبابريكا. هنحط اللبن. إحنا دلوقتي نزلنا كمية السائل كلها اللي هي اللبن والبيض، يبقى عندنا كمية الكمية الجافة اللي هي دي هي اللي هتنزل واحدة واحدة. ما هو يا كده يا كده، لازم حاجه تنزل واحده واحده عشان اتاكد انه المزيج هيبقى ماسك نفسه، مش تقيل قوي. فاهمين قصدي؟ مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي. البوله اللي عندي بشتغل فيها، احنا هنتأمر كده وانزل كده. انا حطيت الاول دقيق الذره كله، دقيق الابيض بقى واحده واحده، حطيت مع دقيق الذره البيكنج باودر. نبتدي بقى ننزل هنا الدقيق الابيض واحده واحده كده اهو. هنجرب كمان واحده قبل ما نقرر ان احنا كده تمام. اهو المزيج مسك نفسه خالص اهو. رؤى معانا على التليفون. رؤى. الو، اتفضلي. الو، اتفضلي يا رؤى، انا سامعاكي. انا عايزه انا بحب حضرتك قوي. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. عايز تسالي على ايه؟ انا عايز اسال ازاي اعمل الانجليش كيك. حاضر يا رؤى، الانجليش كيك. حاضر يا رؤى، نورتيني. عملنا ايه هنا بقى؟ حطينا الاسياخ في البوب الكورن، في هنا الهوت دوج اهو كده كده. هنجرب واحده اتاكد. دنيا معانا على التليفون.
اتفضلي يا دنيا. دنيا اتفضلي، انا سامعاكي. الو. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا طنط أميرة؟ ازيك يا دنيا، عاملة ايه؟ انا كويسة حبيبتي الحمد لله. قوليلي. وحشتيني قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا عايزة اعرف طريقة الفراخ المشوية. المشوية، حاضر يا دنيا حاضر. عملنا ايه هنا يا جماعة؟ وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه. هنبتدي ناخد بقى الهوت دوج بتاعنا هنا، و هقول لكم عايزه اعمل ايه. ليا رؤيه تانيه خالص للموضوع. هقول لكم طريقه اسهل بس عشان العمليه كده هتبقى صعبه. هنجيب هنا كده الكب كيك على الشاشه اهو. ايوه برافو عليكي يا رضا. كده وننزل هنا كده اسهل عشان ما نقعدش بقى ايه كده. لازم يبقى متغطي كله بالمزيج اللي احنا عملناه. وعندي هنا النار الزيت سخن بسم الله. كده وننزل بقى في الزيت ونقلي. اوكي كده اهو، وننزل في الزيت. طبعا خلوا بالكم الهوت دوج اوريدي بيبقى مستوي، يعني مش محتاج اللي هو سوى رهيب، ويا دوبك بس العجين اللي في اللي على الوش ده هو اللي يستوي وياخد لون حلو وينفش كده مكان ال منا معانا على التليفون، مكان البيكنج باودر. منا. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا منا ازيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي انا سامعاكي. منا وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. منا معانا؟ ماشي. مدام سمر. الو. اتفضلي. اهلا مدام. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اعلق طبعا على شياكتك اولا. تسلمي. طبعا شيك جدا، ربنا يخليك. وانا بحب الست المهتمه بانها ازاي تطبخ حلو وانها ازاي تلبس حلو. اكيد هو ده الهدف. طبعا اكيد. انا بس ليا تعليق ان طبعا الاعدادات بتاعتكم بالنسبه لكاتيجوري معين احنا بنهتم بيكي، طبعا الكل رائع في سي بي سي صفر طبعا اكيد. بس في كاتيجوري معين احنا معظم يعني كاتيجوري مهتمين بان احنا نشوف حضرتك وسالي فؤاد. شرف ليا. وغدا التالي. شرف لينا طبعا. العادات بتاعتكم متاخره جدا بالليل دلوقتي. المواعيد. واحنا مش في كل وقت بنلحق نشوفكم في الميعاد ده. طيب حاضر، انا هوصل طبعا وجهه نظر حضرتك للاداره، واتمنى ان انتوا برضو تكونوا بتتابعونا على اليوتيوب، الحلقات كلها بتنزل، فأتمنى أن حضرتك برضو تتابعيها، وأكيد هوصل رسالتك إن شاء الله. عند حضرتك أي سؤال؟ بيبقى أسهل لنا. حاضر، عينيا عينيا. حاضر. عند حضرتك أي سؤال؟ مرسي جدا. رنا معانا؟ أيوة أنا من القاهرة. أيوة يا رنا اتفضلي. أنا بحبك قوي على فكرة. مرسي يا رنا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عايزه تسالي. انا كنت عايزه اسالك على اساليني البتاع اللي لونه اصفر ده اللي بيكون اللي انتي حطيتيه مع دلوقتي مع الكورن دوج ده. لو سمحتي نزلي بس على التلفزيون. حاضر انزله على التلفزيون حالا. عايزه ايه تاني؟ لا شكرا، مش عايزه حاجه تاني. نورتيني يا حبيبتي، ميرسي، لذيذه ومؤدبه. طيب هنكمل كده اهو. بصوا بقى، ولا تقولوا لي بقى اللي جايبينه من بره ولا اللي جايبينه من جوه، ولا تقولوا لي الكلام ده خالص. لطيف جدا جدا. طيب هيقولوا لي دلوقتي الامهات، طب احنا الصبح مش هنلحق نعمل الكلام ده. هرد عليكم. حاضر، هرد عليكم واقول لكم انه هنجهز المزيج ده اللي احنا عملناه بالدقيق، لبن، بيكنج باودر، ودقيق ميرسي يا رضوى، ودقيق الذره، وحطينا ملح وفلفل، وحطينا بابريكا. تمام. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل المزيج ده ونحطه في التلاجة.
وهنجهز الهوت دوج في الاسياخ ونحطه في الثلاجه. فالصبح طاسه الزيت اوريدي على البوتاجاز، هنشغل البوتاجاز، هننزل ده نلفه في العجين ونقلي، فهيبقى اسهل كتير. يعني دايما عايزاكم تتعودوا، بالذات اللي لسه اول مره عندها بيبي وبتشتغل ولسه متجوزه، فالدنيا شويه بتبقى صعبه عليها، عايزاكم تتعودوا ان انتوا تقسموا الشغل وتقسموا المواعيد، فالحياه تبقى اسهل كتير. اوكي اهو رضوى، احنا نزلنا مقادير البراونيز. طيب اوكي اوكي هننزلها حالا كده. احنا جهزنا الدنيا. امل معانا على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك مدام امينه؟ ازي حضرتك يا مدام امل، اتفضلي. انا فرحانه بالاطباق اللي بتعمليها، كلها ممتازه وناجحه واولادي بيحبوكي. الحمد لله، ربنا يخليكي. اموري عايزه اسالي على حاجه؟ معلش انا عايزه اسال. عايز اسال على حاجه. نعم. انا بعمل تورته في البيت للاولاد، لما باجي بسيح الشوكولاته الخام بتبقى سايحه وكل حاجه، بمجرد ما اكبها على التورته بستنى 10 دقايق بلاقيها جمدت، اجي اقطعها بلاقيها ناشفه. ليه؟ بتسيحيها على حمام مائي لوحدها؟ ما انا حطها. لا مدام امل التليفون قطع، بس انا عارفه ايه اللي بيحصل. هقول لها حالا. بصي مدام امل، حضرتك بتسيحي الشوكولاته لوحدها في حمام مائي؟ لا، مش دي اللي بتتحط تبقى جناش. الجناش بيتعمل ازاي؟ مقدار الشوكولاته الخام هو نفس مقدار الكريمه. بجيب الكريمه وبرفعها على النار، مجرد ما بتسخن من غير ما تغلي عشان ما تقطعش، بنزل عليها الشوكولاته وارفعها من على النار، اقلب كويس جدا جدا جدا، خلاص اتاكدت ان هي سخنت او دابت كلها، يا اما برجعها تاني دقيقه على النار. المهم اني اتاكد ان الشوكولاته دابت كويس جدا في الكريمه. الفينش بتاعها بديها معلقه من الزيت، معلقه من الزبده، ومعلقه من العسل الابيض، طعم ولمعه، هي ده الجناش. لكن الشوكولاته لما حضرتك بتسيحيها وتحطيها بترجع تجمد في شكلها الخام، فعشان كده بتبقى بتتقطع. فاصل. حاضر، تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. نبص كده بس على الكورن دوك طلع شكله عامل ازاي، وده الحجم الوسط، نقدر نعمل الاصغر ونقدر نعمل الاكبر. انصحكم ان انتوا تحطوا الدقيق الذره الاصفر معاه. حلو حلو، الف هنا وشفا، عشان هيديكوا طعم ولون حلوين جدا. طيب البراونيز طلع ما علينا، بس غير اننا هنديله رشه من السكر كده. طبعا التقديم دي حاجه ترجع لكم، مفيش مشكله فيها، لكن احنا يعني اهو فكره كده بسيطه ولطيفه. وهنحط شرايح من البرتقال، لاننا كنا حاطين جوه برتقال. وعايزه اقول لكم ان السكر، في سكر بيتباع عند محلات مستلزمات الحلواني، بيبقى اسمه ايسنج شوجر. ايسنج شوجر سكر بودره، بس ناعم قوي، ومعمول مخصوص للاستخدامات اللي هي مش الخبز وكده، فبيبقى لطيف قوي وبيبقى ناعم جدا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض وصفه لطيفه جدا، قلي برضو بس حلو بالموز. واستخدمنا هنا الشوفان، اولا طبعا فرصه ان احنا ندخله للولاد، ثانيا كنا اتسالنا عليه قبل كده انه ندخله ازاي للولاد وكده. فالمقادير، منى قبل المقادير، عناية. منى. الو، مساء الخير. مساء النور. كنت عايزه اسال بس، هي التارت اللي بيتباع في المحلات الجاتو ده من البسكوت ولا من العجين؟ الايه يا منى؟ التارت. لا، من العجينه يا منى، عجينه السابليه. ما بيبقاش من البسكوت؟ لا، مش من البسكوت، البسكوت التشيز كيك، لكن التارت بيبقى معمول من السابليه، وهقول لك طريقته دلوقتي حالا. مقدار الدقيق نص المقدار بتاعه زبدة، يعني كوباية يبقى عليها نص كوباية زبدة متلجة.
تك 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 كده بلس في الـ في الـ في الكبه، وبعدين وبعدين بنحط لهم معلقه او معلقتين ميه او لبن متلجين بس يلموا خلاص. بريحها في التلاجة نص ساعة، وبعدين أفردها، وبعدين أريحها في التلاجة كمان ربع ساعة، وبعدين أدخلها بلايند بيكنج. الأول بحط لها بقوليات وبعدين ندخلها، وبعدين نطلعها نحشيها. أنا عايزة إيه؟ أنا عايزة إيه اللي جابني هنا أنا؟ عايزة سكينة. طيب هنا عندي الموز، واحنا كده بنرد على منى. انا بس كل اللي عملته ان انا قشرته وقطعته اهو مكعبات. ممكن جدا تعملوه قطع ماسكه نفسها يعني كبيره، وممكن جدا تعملوه مهروس زي ما انتوا عايزين. في بوله بقى تانية هنحط بقيه المقادير، اللي هي ايه بقى بقيه المقادير؟ موز مقلي، مكعبات من الموز، دقيق ابيض، هنحط معاه شوفان زي ما قلت لكم فرصه ان احنا ندخله، وكنا اتسالنا ندخله ازاي في الوصفات، عسل ابيض، وعندي هنا بيضه صح كده، وعندي عسل ابيض كمان. في عسل ابيض كتير مش عارفه. ماشي مش مشكله مش مشكله. يعني هيفرق معايا؟ هجيب بقى دلوقتي قرفه، معلش مش يعني معلش، ورشة الملح، مش هقدر استحمل اكتر من كده. مدام ناني معانا على التليفون؟ ايوه اتفضلي. طب مش سامعاك؟ مع ألو؟ حضرتك يا مدام ناني، اتفضلي انا سامعاكي. طب ميرسي قوي. ازيك يا مدام امير؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا مدام امير؟ مع حضرتك كويسه الحمد لله، اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي، اكلك حلو ما شاء الله وروحك حلوه. من ذوقك، ميرسي. اكلك حلو وراحك حلو ما شاء الله. ميرسي، من ذوقك، تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي. اؤمري. طب عايزه اسال سؤال بس. طبعا. عايزه اعرف اعمل الحواوشي في البيت ازاي بس بالعيش من غير بقى عجينه والحاجات دي. حاضر، عينيا الاثنين. حالا هقول لك على الطريقه. حطينا البيضه، وحطينا القرفه اهو، حطينا عليهم العسل الابيض اهو. طيب الوصفه دي بقى لطيف جدا، احنا حطينا اهو شوفان، عايزين نحط بذر الكتان، عايزين نحط جنين القمح، اي بقى حاجات من الحاجات اللي احنا ما بنعرفش ناكلها للولاد ابدا دي وما بيردوش ياكلوها، فرصه بقى في وسط الحاجات اللطيفه دي نقوم ايه مدخلينهم للولاد اهو. الله الله الله، بس كده جميل. عليهم الموز ونعلي، عشان انا كنت وطيت النار، نعلي على الزيت ونرد على الحواوشي. عندي لحمه مفرومه هحط عليها بصل يكون مفروم ناعم جدا بس معصور، مش عايزه الميه بتاعته. طماطم، عجينة السبلية على الشاشة بس اللي كان المدام اللي سألتنا عليها، وبعدين هاخد البصل وهو معصور، هاخد الطماطم، اللحم بس من غير الجلد والبذر اللي جوه، هاخد كمان معاهم ملح وفلفل، 7 بهارات، بهارات حواوشي، وبقدونس مفروم ناعم. نخلط كل المكونات دي كويس قوي مع بعضها، وبحط لها معلقه من الطحينه عشان تمسك الميه اللي هتنزل من الكلام ده في العيش، سواء يكون بلدي او شامي. رشه من زيت الذره على الوش، وبدخله الفرن. عايزينه طري بنلفه في ورق زبده، عايزينه كريسبي بنحطه في على الرف بتاع الفرن، بس بنحط تحته صاج عليه ورق زبدة عشان ياخد كل المية اللي نازلة منه بس كده. والبراونيز كمان على الشاشة، يا سلام على الأداء، شكرا. وآدي الموز، أنا هحاول أنزله واحدة واحدة لكن طبعا مش شرط.
والله ميرسي جدا يا محمد فعلا، عشان انا بعذبه معايا وخليه ننزل كل المقادير الحلقات كلها في حلقه واحده. ربنا يديك الصحه يا محمد، اشكرك. وادي الموز المقلي اللي بالشوفان، واحنا واقفين بس كده عشان ايه، واحده واحده، لو حسيت ان واحده منهم اخذت لون قوي نشيلها. ريم معانا على التليفون، اتفضلي يا ريم. الو. ايوه يا ريم انا سامعاكي. ازيك يا شنطة؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي عايزه تسالي على ايه؟ عايزه اسال على طريقه عمل الوافل. الوافلز، حاضر يا ريم. وافلز، واحنا لسه شاكرين محمد، خلينا ننزلها. فريده. ايوه. ايوه يا فريده. ايوه لو سمحتي كنت عايزه اعرف هو ايه نوع الكاكاو اللي ممكن اضيفه على الكيك لو بعمل كيك او تورته بالشوكولاته، لان إيه انا كنت ساعات بستخدم الكاكاو اللي بيتشرب في الكيك وكده ما بيدينيش طعم شوكولاته خالص. لا لا لا، لازم الكاكاو الخام يا فريده. إيه طب ده من عند العطار بتقولي له عايزه كاكاو خام؟ انواع معينه؟ في نوع مستورد بيتباع في السوبر ماركت في علب، وفي النوع اللي عند العطار لا ما فيهوش انواع، وحلو جدا وارخص كتير. طب هو اسمه كاكاو خام يعني؟ اسمه كده كاكاو خام، ما بيبقاش فيه سكر وبيبقى لونه غامق جدا، فهيديكي اللون والطعم اللي انت عايزاهم. نورتيني. عملنا كده اهو، بصوا بقى الجمال والحلاوه والبساطه، مفيش اي حاجه يعني، شويه موز، ويا ريت نستخدم الموز بقى اللي قدم وسود والولاد مش راضيه تحرننه عليه ده، وبعدين شويه دقيق وشويه عسل ابيض، وفرصه ياخدوا شوفان وياخدوا عسل ابيض، ومفيش اي حاجه يعني، الموضوع سهل جدا، حتى مفيش ولا نقطه لبن ولا نقطه اي حاجه. لو بقى انتوا حد من الولاد عنده حساسيه ومش هقدر استخدم له الدقيق الابيض، نحط هنا دقيق رز، دقيق بطاطس، نحط نشا، يعني ما توتروش نفسكم، دي وصفه لطيفه قوي لحد عنده حساسيه اهو كده بس، ياخد اللون ونرفعه على طول، ما عنديش اي حاجه بتستوي انا، بس الريحه هنا خطيره. دعاء معانا على التليفون. الو. ايوه يا دعاء. ازيك يا اميره؟ ازيك عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. انا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. وكنت عايزه اعرف طريقه عجينه البيتزا. حاضر حالا، هاتي ورقه وقلم واكتبيها ورايا. كيلو دقيق بنحط، انا حفظتها طبعا يعني خلاص، كيلو دقيق، انا مديه اجازه لمحمد اهو عشان ما تقولوش حاجه. كيلو دقيق بحط عليه معلقتين من الخميره الفوريه كبار، معلقه من السكر، ثوم بودره وبصل بودره وزعتر، ملح وفلفل، وبحط لهم 600 مللي من الميه الدافيه بس كده، نسيبها لحد ما تخمر. هبه معانا على التليفون. ايوه اتفضلي يا هبه. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ جربت الشركسيه طلعت وهميه. الف هنا. بجد طلعت جميله جدا. الف هنا يا هبه، برافو عليكي. طلعت حلوه عشان انت عملتيها. لا عشان انت عملتيها. تسلمي حبيبتي، قولي لي. خليكي. بصي انا كنت عايزه اعرف صوص السويت اند ساور، كنت كلمتك قبل كده يعني وبس ما. حاضر يا هبه، انت عايزه تعملي معلش انا اسفه، بيغلسوا عليا ما بدونيش فرصه. حاضر. صوص السويت اند ساور، وايه يا هبه؟ وصوص بصي بتبقى كريمه فوق فوق الساليزون، بنجيبه من بره بتبقى كريمه. انا فاكره سؤالك يا هبه، يعني دي إيه كريم تشيز يا هبه؟ ايه كريم تشيز؟ الجبنه الكريميه مش عليها ما عليهاش اي حاجه، عليها شويه ملح وجبنه كريميه، ولو حسيتي ان هي تقيله شويه بتديها نقطه لبن بس، نقطه يعني نقطه، وتضربي كويس قوي مع بعضه، وممكن كمان نقطه اللبن دي تبقى نقطه كريمه، كريمه طهي يعني، لا كريمه خفق بس كده. السويت اند ساور بقى هتستنيني في حلقه تشاينيز اعملهولك في البيت، او هقولهولك دلوقتي كده على السريع، هو شويه صويا وعليهم شويه كاتشب وعليهم ملح وفلفل وعليهم نشا، معلقه من النشا. بصوا بقى احنا عملنا ايه هنا، الله، عملنا الموز المقلي، وهناخد شويه سكر بودره برضو، ما يقولش لا، هنا كده، او عسل ابيض
زي ما انتوا عايزين اهو. انت عايزاني احط ايس كريم هنا يا رضوى؟ انا كنت طالبه ايس كريم يا رضوى. حاضر هنحطه بس في الاخر عشان ما يسيحش يا رضوى، يقعدوا يقولوا لي شكله وحش ويتخانقوا معايا. حاضر. عملنا ايه بقى؟ بس قبل ما الامور تدخل في بعضها، عملنا البراونيز وحطينا معاه جوه بشر البرتقال، عملنا هنا الموز المقلي اللي حطينا فيه الشوفان، وعملنا هنا الكورن دوج اللي عملناه بالدقيق الذرة الصفراء. حاضر، نطلع بقى فاصل ونرجع عشان نعمل العصير بتاعنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض العصير، لطيف جدا وسريع جدا وسهل جدا. موز، وبرده يا ريت نستخدم الموز اللي يكون اسود خالص، فايدته بتبقى اعلى، السكر بتاعه بيبقى اعلى، وبنخلص منه كده ايه واحنا مش واخدين بالنا. هنحط كمان عسل ابيض، وهنحط كاكاو. الكاكاو هنا يكون خام، يكون الكاكاو اللي الولاد بيشربوه هوت شوكليت براحتكم، مفيش مشكله خالص. وعندي زبده فول سوداني، وعندي شويه لبن وشويه كريمه. طبعا بحاول اخد فايده كده على قد ما اقدر عشان ايه الولاد يستفيدوا. اهو الكاكاو هنا كمان له ميزه حلوه قوي، انه مش هيخلي الموز لما لونه يتغير العصير يتغير لونه ويسود، لانه هيبقى واخد اوريدي لون الشوكولاته، فده هيبقى حلو قوي لو عملناه وسبناه في الثلاجه، مش هنحمل همه. زبده الفول السوداني، عسل ابيض. ام اسلام معانا على التليفون. الو. ايوه ازيك يا اميره، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. معلش كنت عايزه اسالك سؤالين على الهوت دوج اللي انت عملتيه دلوقتي. اتفضلي. انت كنت كاتبه في المقادير ربع كوبايه سكر، بس انا ما شفتكيش انت حطيتيه على ايه؟ لا حطيت الاول مع البيضه والتوابل، مع البيضة في الاول خالص. ايوه. طب تاني سؤال، هو ينفع بدل مقليه احطه في الفرن؟ لا لازم يتقلي؟ لا مش هينفع مع للاسف، مش هيدي النتيجه دي خالص. العجينه هتقع من عليه ومش هيدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. نورتيني. نضرب بقى. معقول يا رضوى انت على طول معترضه؟ قلت وغيرت رايي، عادي بتحصل. حطينا ايه بقى؟ حطينا لبن، حطينا كريمه، حطينا زبده الفول السوداني، وحطينا الكاكاو الخام، عسل ابيض، وموز. الله الله، انتوا عايزين الكوبايات هنا ولا هنا؟ انا قررت كده انها تبقى هنا عشان تبقوا شايفين احسن. ايه رايكم؟ يلا بينا. الله. طيب عايزه اقول بس لو ما معناش تليفون، عايزه اقول طريقه زبده الفول السوداني في البيت عشان في ناس كتير مش بتلاقيها. زبده الفول السوداني يا جماعه بتتجاب من السوبر ماركت، شويه فول سوداني مع الشوكولاته القابله للدهن اللي احنا بنحطها في الساندوتشات، وعشان نعملها في البيت هنعملها لكم مره هي والشوكولاته القابله للدهن في حلقه جايه قريب احنا محضرينها. بس عايزه اقول لكم سريعا كده بتتعمل ازاي. فول سوداني نحمصه ويكون لسه دافي، هحطه في الكبه وافضل اضرب فيه اضرب فيه اضرب فيه لحد ما يبقى عجينه خالص. هنزل عليه شويه من العسل الابيض، هنزل عليه شويه زيت او زبده او الاثنين مع بعض، واضرب كويس جدا جدا جدا. بعد كده شيله في برطمانات. الشوكولاته القابله للدهن برضو لو انتوا عايزينها بالبندق، بنحط الاول برضو البندق محمص ولسه دافي في الكبه لحد ما يبقى عجينه، بنزل عليه زبده، بنزل عليه عسل ابيض، شويه كريمه صغيرين قوي،
وبضرب كويس جدا. بعد كده بنزل عليهم شوكولاتة متدوبة وانزلهم عليها لحد ما يتجانسوا كلهم وبرضو نشيلوا في البرطمان. عندنا أسئلة إيه رضوى؟ أنا قلت الحواوشي يا رضوى، معلش. طيب عملنا إيه بقى مع بعض النهاردة؟ ناخد خالد الأول. حاضر خالد. خالد اتفضل. عايزة. قولي حبيبي عايز إيه؟ عايزة طبق. إزيك يا خالد عايز إيه؟ عايزة أجرب أعمل كب كيك. الكب كيك؟ أجرب أعمل كب كيك. حاضر يا خالد، هقول لك طريقة الكب كيك. حاضر حاضر. هبة؟ أيوة يا هبة اتفضلي. ألو هاي، ازيك عاملة إيه؟ ازيك عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي حبيبتي. لو سمحتي أنا عايزة أعرف طريقة التورتة، بس تقوليها لي كده المقادير إيه على إيه، عشان أنا عيد ميلادي جوزي قرب ونفسي أعملها لي. التورتة. حاضر. حاضر حاضر. تسلمي حبيبتي نورتيني. الكيكة الإسفنجية يا رودي. طيب معنا تليفونات ولا نجاوب؟ ولا نجاوب؟ نجاوب. طيب الكيكة الإسفنجية هتنزل لكم على الشاشة. بنفصل الصفار عن البياض، الصفار باخده مع الفانيليا ونص مقدار السكر، أضرب كويس جدا لحد ما يبقى فوم، والأصفر ده يتحول لكريمي فاتح. بياض باخده مع نص كمية السكر واحدة واحدة، ما بنزلهمش مرة واحدة لحد ما يبقى فوم. برضو باخد الدقيق وبحط عليه رشة الملح وبنزله على الصفار من فوق لتحت بالراحة خالص 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 لحد ما يختلطوا كلهم مع بعض كويس قوي. ببتدي أجيب البياض وبرضو واحدة واحدة من تحت لفوق. درجة حرارة الفرن 180، الرف اللي في النص، الشواية مش شغالة. ببطن كويس جدا بزبدة ودقيق، وبعدين بنزل العجينة، وبعدين بدخل الفرن، وبتاخد حوالي من نص ساعة لساعة إلا ربع حسب قوة الفرن وحسب حجم الصينية. وبكده هيبقى عندنا الكيكة الإسفنجية على الشاشة اهي. والله برافو يا رضوى. وبعدين لما تطلع لازم تبات لتاني يوم، ما ينفعش اشتغل فيها في ساعتها لانها بتبقى مفرولة جدا ومش هتديني النتيجة اللي انا عايزاها. هسيبها لتاني يوم مش في التلاجة، وبعد كده ابتدي بقى اقسم وحشي واحط كريمة الزبدة، وبعدين ازوق بالطريقة اللي انا عايزاها او بعجينة السكر لو انتوا عايزين. ايه تاني عندنا؟ نور. ايوة يا نور. نور انا سامعاكي اتفضلي. أيه انا كنت عايزه اعرف طريقه الدونت. طريقه الدونتس. حاضر يا نور. انا عايزه اعرف طريقه الدونت. حاضر حاضر شكرا يا نور. طريقه الدونتس يا رضوى. معلش في ايه اسئله تاني؟ سميره. ايوه ايوه سميره. ايوه ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا عايزه عصير فول السوداني. عايزه مقدار العصير زبده الفول السوداني. حاضر حاضر هعيد لك طريقتها حالا. طب معانا التليفون ولا رد؟ معانا. ماشي حاضر انا واقفه اهو. طيب نرد. زبده الفول السوداني، هنجيب الفول السوداني ما يكونش مملح، هنحمصه وهو دافي، هننزله في الكبه ونضرب كويس قوي لحد ما يبقى عجينه. هنبتدي ننزل عليه العسل الابيض، زبدة وزيت، ونرجع تاني نضرب كويس جدا لحد ما يبقى عندنا زبدة الفول السوداني. هنحطها في برطمان يكون متعقم ونقفل كويس قوي. هننزل الكيكة الاسفنجية ولا معانا تليفون ولا نظامكم ايه؟ نزلت وحيت ربنا؟ ما انا كنت فين؟ طيب ماشي مش مشكلة. شكرا. يلا نرجع. اوكي عملنا مع بعض الموز اللي بالكاكاو وزبدة الفول السوداني، عملنا مع بعض الموز اللي قليناه وحطينا معاه الشوفان، وعملنا مع بعض الكورن دوج اللي عملناه بالدقيق الذرة الاصفر، وعملنا البراونيز، وكنت هنسى احط الايس كريم. وانتوا عمالين بس ايه تطلبوا في طلبات وخلاص. استنوا بقى عشان هنسى كده يا جماعة. انا الذاكرة عندي ذاكرة السمكة. يلا تعالوا. هنا بقى ده المفروض انه يكون هو سخن والايس كريم طبعا ساقع ويتقدموا مع بعض. احنا طبعا هو دلوقتي ما بقاش سخن قوي،
بس انا عشان الايس كريم ما كانش يسيح عشان الوقت، لكن انتوا هتطلعوه من النار من الزيت تحطوه على طول جنبه الايس كريم، نفس فكره كده الكيكه اللي بالشوكولاته اللي بتتقدم لنا في اي حته ومعاها ايس كريم فانيليا. ناني معانا على التليفون. ناني ايوه اتفضلي. ايوه مساء الخير يا حبيبتي، ازاي حضرتك؟ انا سالتك على الحواوشي وبعدين ما كملتش بقيت سؤالي. اتفضلي، الخط قطع، انا اسفه، اتفضلي. بس ممكن اسال حضرتك بس الليست اللي انت حضرتك لابساه ده من مصر ولا من بره؟ لا من هنا، وحضرتك تبعي التتر لما الحلقه تخلص هتلاقي اسم الديزاينر. ميرسي يا مدام ناني. شفتوا بقى، نحط هنا شويه قرفه، معلش يا جماعه عندي مشاكل مع القرفه انتوا عارفين. الناس بقى بتوقفني في السوبر ماركت، الرجاله بالذات، يقولوا لي مراتاتنا بقت بتحط قرفه في كل حاجه، بس مش بيدعوا عليا يعني، بيبقوا مبسوطين. نحط هنا القرفه كده على الايس كريم. برافو يا رضوى، والله العظيم اداء متميز. طيب نسينا نرد فعلا على الفراخ المشويه، فنقول الفراخ بتتغسل ازاي. اول حاجه بنغسلها كويس جدا ونشيل من قلبها اي حاجه زياده. بنغسلها بدقيق ابيض، عصير ليمون، شويه ملح، وشويه ميه من الحنفيه. ننقع ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين نشطف الكلام ده كويس جدا جدا. انا لما بعصر الليمون بحط قشر الليمونه، بقيه الليمونه جوه. بعد كده بعد ما غسلناها كويس قوي وشطفناها كويس جدا، هنحط معاها ايه بقى؟ في الكبه بصل، طماطم، عصير ليمون، ملح وفلفل، حبهان بودره، لورا بودره، صلصه، شويه من الزعتر، وشويه من السكر، صغيرين جدا. ممكن بدل ما تحطوا صلصه وسكر تحطوا شويه كاتشب، كمان ممكن تحطوا شويه مستردة. ونضرب كل الكلام ده في الكبه كويس قوي، وبعدين نكون جبنا الفراخ اديناها شرايح كده شرحناها بالسكينه خفيف عشان التتبيله تخش جوه، وبعدين نتبل كويس قوي، وبعدين نشويها، وبعدين نختم. طيب هشوفكم ان شاء الله بكره من 4 لـ5 على الهواء، تابعوني، واتمنى ان انتوا تجربوا كل الوصفات وتعجبكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.